بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج سوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده الفاينات اليمنت اناليسيس باستخدام احد البرامج. وما زلنا شغالين ببرنامج سوليد وورك، كنا عملنا كورس للفاينات اليمنت اناليسيس باستخدام برنامج الانسز، تقدر ترجع له هتلاقي موجود عندك في بلاي ليست معموله للانسز. دايما بتكون الماده دي موجوده في قسم الهندسه الميكانيكيه سواء بقى قوه او انتاج. انتاج بيهتم دايما بالاستراكشر والاجهادات، انما باور بيهتم او قسم قوه بيهتم بموضوع الفلويد. معكم مهندس اسلام محمد، مدرس مساعد في كليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله النهارده هنبدا نكمل التمارين اللي احنا شغالين عليها، وما زلنا شغالين في الشابتر رقم 6 الخاص بال 3 دي اليمنت، وبنحاول نجيب امثله وافكار من الحاجات اللي احنا درسناها في ماده تحليل الاعدادات او ماده تصميم الماكينات، عشان نبدا نقارن ما بين النتائج اللي احنا عارفينها او طلعناها باستخدام الحل الثيوريتيكال، ونبدا نروح نشوف الكلام ده على برنامج سوليد وورك. في المثال اللي قدامنا احنا عندنا هنا كيرف بيم او كيرف فريم، والمطلوب الاساسي هو ان احنا نحسب الديفليكشن او نبدا نحسب الاستطاله. الصوره الموضحه قدامنا للكيرف الكيرفت فريم، ومدالي مجموعه من المسميات او اللي احنا عايزين نعرفها بقى، اللي هي عباره عن المعطيات اللي عندك. قال لك ان الفريم اللي قدامك او الكيرفت فريم مصنوع من الستيل 210 جيجا باسكال. المسافه بتاعت الايه اللي هو نص القطر الداخلي عباره عن 60 ملم، وقال لك ان الار لغايه السنتر كانت قيمتها 75. الكروس سيكشن بتاعك عباره عن مستطيل البي في الاتش، حيث ان البي هي عباره عن ال 30 والبي هي عباره عن ال 15. قال لك ان المطلوب نحسب بقى الاستريس والديفليكشن او الاستاله ومعامل الامان. الكلام ده لو احنا بقى جينا نحله باستخدام الحل الثيوريتيكال وخدنا المعادلات اللي موجوده عندنا في الماركر، وبدا يحسب بقى الديفليكشن، طلع لك قيمه الديفليكشن ب 82 مليمتر. ده الكلام ده بالنسبه للحل السوري. تعال نبص بقى على المساله اللي قدامنا. احنا عندنا هنا كيرفت بيم او كيرفت فريم متثبت من جزء ومعرض لحمل، والحمل ده قيمته 10 كيلو نيوتن، وعايزين نبدا نشوف قيمه الاستاله اللي بتاثر عندي في الكيرفت بيم او الكيرفت فريم. الحاله اللي قدامنا احنا هنا شغالين على ال 3 دي اليمنت. في المساله اللي قدامنا واحد ممكن يقول اللي احنا نقدر نحل الكلام ده 3 دي اليمنت، ونقدر نحله ك 2 دي اليمنت. تعال نشوف بقى شكل المساله بتاعتنا، ونبدا نروح على البرنامج السوليد وورك، ونبدا نعمل او نطبق بقى الخطوات بتاعتنا. اول حاجه هروح للبرنامج وهبدا اختار المستوى اللي هبدا ارسم عليه، وهبدا اختار ارسم دايرتين، الدايره الاولانيه والدايره الثانيه، ونبدا ندي لهم بقى ايه الابعاد بتاعتنا. اول حاجه انا عندي الدايره الاولانيه او الدايره من الانر، عندنا القطر الداخلي كان عباره عن 60 نص القطر، يبقى انت عندك القطر الداخلي عباره عن 120، والقطر الخارجي لو احنا بقى رجعنا بقى للرسمه بتاعتنا هتلاقي عباره عن كام؟ عباره عن قيمه الاي زائد الاتش اللي هي عباره عن 60 زائد 30 يعني 90. يبقى انت عندك القطر الخارجي عباره عن 180. تعالى بقى نظبط بقى الشكل بتاعنا بالنسبه للشكل اللي قدامنا. هنا عندنا نص دايره، يبقى احنا نقدر نعمل الكلام ده، ناخد بقى لاين هنا ونبدا نقطع بقى بقيه الكلام ده كله. بعد كده ابدا اعمل امر فيتشر، وهديله امر بقى اكسترود بالمسافه بتاعته اللي هي عباره عن العرض بتاعه اللي هو قال لك البي اللي عباره عن ال 15. وبكده انا رسمت الفريم بالنسبه لي، او رسمت الكيرفت فريم او الكيرفت بي بالنسبه لي. اروح بقى على المديول الخاص بالسيميليشن، ونبدا نختار الدراسه اللي احنا هنشتغل عليها او الاستاد اللي احنا هنشتغل عليها اللي عباره عن الاستاتيك. احنا ما زلنا شغالين في الاستاتيك، واحنا قربنا ان احنا نخلص موضوع الاستاتيك ونبدا نخش على مديول تاني زي الثيرمال والباكلينج والفتيج.
اول حاجه ما دام عملت صح كده بقى انا شغال على 3 دي اليمنت، هبدا اعرف بقى البارت وهبدا اعرف الماتيريال بتاعتي، هعرف اللي هي عباره عن الستيل، وبعد كده هبدا اختار الباوندري كوندشن. انا عندي هنا فيكسد في الجزء اللي عندي تحت ده، يبقى عندي الجزء ده متثبت من الجزء ده، وعندي لود. اللود اللي عندي لو انا بصيت بقى على الرسمه اللي قدامي، قيمته 10 كيلو نيوتن وفي الجزء ده. تعال نرجع كده للمساله بتاعتنا، اختار بقى من الاكسترنال لود، اختار فورس، والفورس اللي عندي على اختار بقى السطح ده، واقول له اعكس لي الاتجاه، واقول له انا عاوز الكلام ده ب 10 كيلو نيوتن او 10 في 10 اس 3. ابدا اعمل علامه صح، وابدا اعمل مش، واعمل كريت للمش، اختار مش زي ما هو، وابدا لو انا عايز اغير فيه ابدا اغير فيه بعد ما اطلع النتائج وابدا اقارنها بالنسبه لي. خلصت الكلام ده ابدا اعمل ران للمساله بتاعتي وابدا اشوف المساله اللي طلعت. بدا يحسب بقى الكلام ده وبدا يطلع مجموعه من النتائج. اول حاجه زي ما احنا متعودين بيطلع ستريس فورميسز، بيطلع ديسبليسمنت او ديفليكشن، وبيطلع الاستريت. بالنسبه للستريس اللي طلع لنا، طلع لنا قيمه الاستريس قيمتها ب 602.7، لا قيمتها ب 803 و3 من 10 ميجا باسكال. طبعا دي قيمه كبيره جدا بالنسبه للاجهادات. تعال نشوف بقى قيم الاصطلاح، قيمة الاسطالة طلعت عندنا بكام؟ ب 3.4 ملم. ده الاسطالة الكلية اللي طالعة لي، احنا كنا مطلعينها باستخدام الحل الثيوريتيكال، طلع معانا ب 2.8 ملم. طب النتائج مش بعيدة، بين 3.4 و 2.8، ونقدر بقى نعدل بقى في الكلام ده عشان نحسن من النتائج بتاعتنا. عن طريق مين؟ عن طريق المشي. لا احنا بقى رحنا للكريت للمشي، ونبدأ نخلي الكلام ده فاين اكتر، ونخش على المش بارامتر، ونختار كيرف بيست مش، ونبدا نعمل علامه صح. نعمل بقى ران، تعالى بقى نشوف بقى قيم الاستطاله. هتلاقي عندك هنا قيم الاستطاله 3 و4، ما حصلش تغيير قوي جدا بالنسبه لتغيير في المش. تعالى بقى نرجع تاني، ممكن نعمل بلوت بقى بالنسبه للاستريس. عايزين نحسب بقى الاستريس بس بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل نورمال استريس. في الاتجاه بتاع الواي، تعالى نعمل علامة صح كده، طلع عندنا هنا بكام؟ ب 933 ميجا باسكال. لو احنا بقى غيرنا بقى في النورمال ستريس، واحنا عايزين نشوف مثلا في الاتجاه بتاع الزد، طلعنا بالرقم ده، وبعد كده نشوف في نسبة النورمال ستريس بالنسبة للاكس، طلع عندنا بقيمة 362. انما الاهم عندنا هو الاستريس بالنسبة لفون ميسز، او الاستريس الكلي اللي حاصل عندك، وقيمة الاستالة اللي احنا عرفنا نقارنها ما بين الحل الثيوريتيكال والحل باستخدام برنامج السوليد وورك. طلع عندك هنا النتيجة كانت 2.8 واحنا طلعناها ب 3.4. وعايزين نبدأ نحسب معامل الأمان. نبدا نحسب معامل الامان فاكتور اوف سيفتي، ونبدا نقول له احسب لي بيه نظريه فون ميسز. يحسب بقى الكلام ده، يطلع عندك ان معامل الامان طلع معاك ب 7 من 10، يعني الكلام ده انسب بالنسبه للحل اللي احنا عملناه. تعال بقى نحل المساله دي تاني، ونخش نبدا نعمل دراسه، بس المره دي نبدا نشتغلها ك 2 دي اليمنت. نختار بقى بلين ستريس بلين سترين. انا عندي هنا شغال على السمك بتاعي صغير، اختار على بلين ستريس،
وهبدا اختار السطح ده وابدا اقول له ان الثيكنس بتاعي كان عباره عن 15 ملم. يبقى انا هشتغل المساله كانها 2 دي. يبقى انت عندك فرصه ان انت لما يكون عندك مساله تقدر تحلها ب 1 دي، تحلها ب 2 دي، تحلها ب 3 دي، على حسب الشغل اللي قدامك او على حسب التمرين اللي قدامك او المساله اللي انت عاوز تحلها. في مسألة قدامنا ظهرت هي اللي احنا نقدر نحلها ب 1 دي او باستخدام ال 2 دي، وحليناها ب 3 دي. نجرب بقى في حالة ال 2 دي، هنعرف الماتيريال برضه مفيش فيها اي تغيير، هنكرر نفس الخطوات بالنسبة للباوندر كونديشن. نحط التثبيت ونحط الفورس وبعد كده نعكس الاتجاه ونعمل هنا 10 في 10 اس 3. وبعد كده نبدأ نعمل كريت للمش ونعمل بعدها رن. تعال بقى نشوف قيم النتائج بتاعتنا بالنسبة للديسبليسمنت. تعال طلع لك هنا الديسبليسمنت كام، ب 3 و4 او ب 3 45، بنفس يعتبر نفس الناتج او قريب للناتج بالنسبه للاستاد. تعال نشوف بقى مثلا المره دي، نشوف بقى قيم الديسبليسمنت بس بالنسبه للمحاور بقى. عايزين نشوف مثلا لمحور واي، هو هنا ده بالنسبه للتوتال يعني الاستاله الكليه بالنسبه لك. ادي بالنسبه للواي طلع لي ب 0 علامه 0.6، ده الماكسيموم. و لو احنا رحنا هنا تاني وسالب 3 و2 من 10، تعال نبص كده على الاكس ونبص على القيم الاستطالة الكلية او الديفليكشن بقى الكلي، طلع عندك هنا بكام؟ ب 3 و4. احنا كده عملنا التمرين بتاعنا، بس المساله بتاعتنا كانت عباره عن كيرفت بيم او كيرفت فريم، حلناها بطريقتين سواء بقى ب 3 دي اليمنت وحلناها بطريقه 2 دي اليمنت. كان الرسمه اللي قدامنا عباره عن نص دايره وبدانا نحط الباوندر كونديشن بتاعتنا سواء بقى تثبيت او عندك هنا حمل، قيمه اللود اللي احنا حطيناها كانت قيمتها 10 كيلو نيوتن على حسب المساله اللي كانت قدامنا، وعرفنا الكلام ده وطلعنا في الاخر قيم الاستطالة قيمتها ب 2.8 ملم سواء بالحل الثيوريتيكال، ورحنا على البرنامج طلعت معاك ب 3 و4 من 10 ملم. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده وان شاء الله نلتقي في تمرينات.